نحن فرحين في هذه المناسبة الوطنية الكبرى، هذه المناسبة التي نفتخر بها. نحن أبناء دولة الإمارات نفتخر بهذه المناسبة، وبالتالي هذا الكأس أو هذه الكأس أكبر فوز عصام وأكبر ناموس تواجد سيدي في هذه اللحظات، متابعة من بداية الانطلاقة وحتى النهاية، والأوامر تأتي من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي. هو عملية الأرقام نشاهد الآن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حضوره هنا في السباق. مشاهدينا الكرام، نعم تواجد سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحضوره هنا متابعة السباق أول بأول وحديثه مع أشبال المستقبل هنا